ما حكم حديث من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له؟ هو حديث صحيح لكن الناس بيفهمونه خطأ. المعنى هم يقولون لو واحد بيصلي وعمال يشرب سجاير يبقى ما تصليش احسن. خطأ. هذا المعنى في الحديث ستنهاه صلاته عن الفحشاء. ما استدام على الصلاة الا وسينتهي عن المعصية. كيف؟ قلت نعم. كلما صلى مؤشر الإيمان ايش؟ ينزل. صحيح ولا لا؟ يعلو. وكلما على مؤشر الإيمان فإن مؤشر المعصية لابد ان يقل.